وعن آخر أخبار الطقس نذهب مرة أخرى إلى آية كفور. شكرا لكم مرة أخيرة، والآن نتحول إلى أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 20 الصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 17-9، وبورسعيد 18-9، والإسماعيلية 19-10. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 19 والصغرى 11، العريش 17-9، طابة 20-13، وشرم الشيخ 24-11، والغردقة 23-12. أيضا الأقصر العظمى 25 والصغرى 12، أسوان 26-12، الوادي الجديد 21-10، وشلاتين 23-13، وأخيرا حلايب سجلت العظمى 22 والصغرى 10. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. Thank you.